على سنتكم مشاهدينا الكرام في عاد جديد من حصتكم الرمضانيه خفيف الظريف. راح نطلع عليكم طيله شهر رمضان المعظم كما يقولوا. راح نحيو عليكم الغمه، راح نحيو عليكم القلقه عبر شوارع الجزائر. احنا نقول لكم ما تروحوش بعيد وما تبدلوش القناه، اجد خفيف الظريف. انا كاوي كي مخفي والكيف دات لبرادي لبرادي بعد ما كويت بريت جراحي قالوا يا عيو حتى يا ولودي ونعود مسار ديالي عيود سالي شرح البين والهوى والهجرة لا سالو. لكن كملها لي كملها كوبيتها لي خلاص يا اخوي اسمح لي يا اخوي كملها. ماشي وقتك يا اخوي خلوين دخلت لي في فريم ماش كدا يا ماشي وقتها يا سؤال الاول وش يقول لك؟ السؤال الاول يقول لك ما هو الفرق وشنو هو الفرق؟ يعني فرق واحد ما بين صور المدنيه والصور المكيه. الصور المدنيه اللي نزلت في المدينه وصور المكيه مدنيه نزلت في المدينه والمكيه في مكه. اللي نزلوا في مدينه مدنيه ونزلوا في مكان ما مكيه هكذا قبل الهجره وبعد الهجره. قبل الهجره وبعد الهجره. قبل الهجره مكيه وبعد الهجره مدنيه. يا سهلة سهلة وانت ما تعطيني اسئله صعبه ولا صور المدنيه وصور المكيه. هذه اوبينيت يا خويا وضحها لي شويه. صح كي يقول لك صور مدنيه وش يجي في بالك؟ صور مدنيه وش يجي في بالك؟ بلي القران كاين صور مدنيه وصور مكيه. ايه صح وش يجي في بالك يقول لك صور مدنيه؟ اوبينيت يقولها لي محفوظ. عمي كوبي حط أبياتي بقلم ذاكي ولم يكن في بالي سوى العبورة من متاهة صنعتها الليالي وما زالت حالي تشكو من كآبة ولما لا ما دمت فاشلا على التوالي عدت ولم أستطع اكتشاف السعادة التي تكمن في زخرفة أوراقي ومتى يا ترى ألقاها تحت التراب في المجهول لا يرى عدت مسرعا لكبريائي كبرياء خويا هذه الباص مصامي مكان من الداخل من الداخل جويا لبرا من كاري 18 من كاري من 90 وين تكون بليز ظريف. بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقرا لي صور الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى واللي اذا سجى وودع ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والله يبارك ويسلمك الله يسلمك والله غير صواب الله يسلمك يا أخي فحولي لي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى كمل أبي كوبي ولا الآخرة خير لك من الأولى. كمل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. خير من يا ودي كما صوبيتك. كومم خير من والو. يقول لك يموت الوالدين وتقعد حرفت اليدين. وانا هذه سيد علي الكاميرا تشوفك هاي اللي قلنا صحة رمضانكم. صحة رمضانكم. والعائلة وادو الوالدين. وصحة فطوركم. لا جوج ما تنساهاش. بيان سير خويا. صحة فطورك يا يما.